السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله المحاضرة ديت محاضرة بسيطة كده عن المشروع اللي احنا عملناه. نظرا إن في ناس كتيرة بعتت لي قالت لي إن في مشكلة في فايل فوتوشوب أو الصور بمعنى صح. فالنهاردة إن شاء الله هوريكم إزاي المشروع دوت في الأصل اللي اتكلمنا عنه أونلاين، إزاي هنعمله، إزاي هجيب الريفرنس، وإزاي هبتدي أقسم على الفوتوشوب. طبعا الصوت مختلف عشان احسن من اونلاين، يعني الواحد طلع بشوية استفادات من اونلاين، يا اما المايك بعيد يا اما انا الصوت اللي عالي. المهم بسرعة كده، اول حاجة هعملها عشان ادور على اي مشروع اخش على جوجل دوت كوم. هنا جوجل، اوكي. بعدين انا رحت اعمل اي ماك دوت بي ان جي، وامتداد دوت بي ان جي دوت عشان اضمن ان الخلفيه ورا هتكون ترانسبيرنت او مفيش خلفيه موجوده في الصوره. تمام. بعد ما بتعمل كده هتخش على صور طريقة العاديه، وهدوس ادوات بحث واخد الحجم. دي طريقه، هقول له انا عايز الصوره اكبر من 2 ميجا بكسل، يعني هاي ريزوليوشن. كل الصور اللي موجوده قدامنا دي كلها صور تنفع. المشروع اللي انا اخترت الصوره ديت عشان كان فيها ويب سايت اوريدي، فهو دوت الويب سايت اللي احنا اشتغلنا عليه. هدوس عليها، عرض الصورة الأصلية، استنى لحد ما يحمل. زي ما انتم شايفين دي هاي ريزوليوشن كبيرة جدا، فدي اهم حاجة. عشان كده انا عملت في السيرش ان هو يكون كبير. مش عارف طبعا هو هيتأخر شوية بس نظرا ان حجم الصورة كبير يعني. اوكي، في الفترة دي قبل ما هو يحمل اكون انا فتحت فوتوشوب. شغال على نسخة CS6 Extended. اوكي كده فتح عندنا الفوتوشوب. تمام، وده خلاص اوريدي قرب يحمل. طبعا مشاكل التحميل مش دايما بسبب النت، بسبب ان هو بيروح يجيب الصورة من الموقع. هعمل رايت كليك سيف از وسيف على الديسكتوب. كده انا ضربت عصفورين بحجر، اولا خدت الفريم اللي بره اللي انا عايز اشتغل عليه، تاني حاجة هبتدي اقسم السايت. اوكي، بالنسبة للناس اللي ما عندهاش خلفية في الفوتوشوب الموضوع سهل جدا. نفس فوتوشوب طبعا هو من برامج الادوبي، فماشي ماشي بنفس تكنيك الافتر افكت. كل اللي اعمله هروح فايل هنا وادوس اوبن واعمل براوزنج لحد ما الاقي الصوره اللي هي الصوره دي. اوكي، بدايه طبعا دي الموف تول بالظبط زي السيلكشن تول في الافتر افكت. خلاص ادي الصوره عندنا هنا ديت، وهنا ديت بيطلع لك هنا على اليمين هنا قائمة اللير adjustment swatches. كل دوت ما يهمناش. الخطوات اللي احنا هنعملها الجاية ديت، هبتدي اول حاجة بناحية اول اداة هي اداة selection او اداة الاختيار، بس هنا بنسميها ماركي. والماركي الريكتانجلر دوت اللي بعلم منه ازاي اختار حاجة معينة جوه المشهد. هعمل زوم عشان بس اشوف، هعلم الطرف هنا كده. اوكي، انا هعلم لحد سكرولر هنا. السكرول دوت مش هاخده معايا عشان انتوا فاكرين في المشروع انا عملت السكرول لوحده. جميل. لو عندك مشكله في الحجم دوت، كل اللي هتعمله وانت لسه على السليكشن تول جوه المكان دوت، هتلاقي ان ظهرت عندك علامه اللي هو الدوتد ريكتانجلر او المستطيل المنقط. تعمل رايت كليك ترانسفورم سليكشن، دي اهم حاجه، مش فري ترانسفورم، ترانسفورم سليكشن. من هنا هيطلع لي مربع بالظبط زي المربع اللي كان موجود عندنا في الافتر افكت اللي هو اللي فيه الانكر بوينت. هعمل زوم 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 لحد ما الاقي النقطة اللي انا عايز امسك منها الشكل، اللي هي انا كده محتاج ارجع سيلكشن تاني. زي ما انا قلت لازم تكون مخترع اداة سيلكشن. بتعمل سيلكشن، هسحب هنا كده لحد ما يبقى تمام. عشان تعمل موديفيكيشن او التغيير للترانسفورم دوت، كل اللي هتعمله هتعمل ابلاي هنا ان انت موافق على التغيير اللي حصل دوت. لو دوست دي معناه ان انت كنت غلطان او ما كانش عاجبك اللي انت السليكشن اللي انت عملته، فهتدوس كده. بقى عندي سليكشن، لو عملنا زوم اوت
بقى عندي سيلكشن الموقع، وانا دايس على اللاير ديت هدوس كنترول جي. كنترول جي ديت اللي هو بياخد كوبي من الصورة دي، او الطريقة التانية الاحسن عشان نوفر علينا خطوات، هتعمل ايديت كات، فانا كده مسحت الخلفية، وهدوس هنا الرمز اللي انتوا شايفينه دوت علامة نيو لاير. طبعا يا جماعة سامحوني الموضوع دوت للناس اللي اوريدي ما عندهاش اي خلفية خالص عن فوتوشوب. هعمل نيو لاير واعمل ايديت بيست، خلاص. طبعا بيست انا متعمد اعمل بيست عشان هو هيحطها لي في المكان الغلط، فلو دوست كنترول زد هيرجعني. انا المفروض اعمل بيست سبيشال ان بليس، يعني ايه؟ مكان ما خدت السيلكشن مكان ما هعمل له بيست، فهيحطها بالظبط مكانها. اللاير بالظبط هنا كده زي نسبيا زي الافتر افكت للناس اللي عايزه تربط بينها. اي بول برضو اسم اللايرز، اوكي. فهنا لو قفلت الاي بول هتلاقي بقى عند ال بقى عند الاي ماك من غير ويب سايت. فانا كده فصلت الويب سايت، هبتدي هنا تاني اعلم على الويب سايت ذات نفسه بقى، لان انا اوريدي خلاص مش عايز الاي ماك في حاجه، عايز الويب سايت. وهعمل بنفس السيلكشن تول نفس التكنيك تاني، اوكي. طبعا علامه الايد هنا اهي لو عايز تعمل بان، واخد سيلكشن تاني من هنا اهو، وحاجه عند الطرف دوت، واعمل سيلكشن لحد برضو السكرول ده، اوكي تمام. وهعمل نفس الحكايه، اديت كوبي، ادوس هنا تاني عشان اعمل نيو لاير، اوكي. بس اول حاجه اخد كات، اديت كات، اخدها كات، واروح على اللاير الجديده هنا واعمل اديت بيست سبيشال بيست ان بليس. هتلاقي ان عندنا بقى ده لوحده، اوكي. بعديها اخر حاجه هتفضل لي السكرول، هعلم على اللاير اللي فيها السكرول، لان ديت لو كبرناها كده شويه هلاقي ان ما فيهاش السكرول. السكرول لسه موجود في يعني لو قفلناها دي مش تابع ليها السكرول. السكرول لسه موجود فين؟ في اللاير الاصليه بتاعه الاي ماك اللي هي اقل واحده، فهعلم عليها عشان اعمل منها سيلكشن، واعمل سيلكشن وهاخد الحته الصغيره دي هي اللي انا عايزها، اعمل ترانسفورم سيلكشن تاني، رايت كليك بالرايت كليك، واعمل زوم. انا عايز اتاكد بس انه لا هو كده كويس. وانا هنا على الاي ماك لاير هعمل اديت كات، واجي طالع في ترتيب اللاير فوق، اعمل نيو لاير واجي اعمل لها اديت بيست سبيشال بيست ان بليس. بسرعه كده رجعنا البانل اوبشن حاجه صغيره عشان نشوف كده. بقى عندنا نسبيا الويب سايت كله متجزأ. طبعا شايفين الرمز دوت نفس الافتر، يعني الموضوع ما يختلفش خالص عن افتر افكت. لو سحبته هيكبر اللايرز، واعمل الت وانا على الماجنيفاي تول، تمام. كده بقى عندي الويب سايت متقسم لثلاث حاجات، اول حاجه اللي هي الاي ماك، تاني حاجه السايت. طبعا احنا قسمناه في المحاضره نفس، لو عايز تقسمه نفس التكنيك، يعني هتعلم على اللاير اللي هو موجود فيها دي اللي هي هنا دي، واخد سيلكشن تول انا هعملها بسرعه بس هعلم عليها لحد هنا كده، اوكي. هعمل اديت كات، اعمل فوقها نيو لاير، اديت بيست بيست ان سبيش. طبعا في طرق تانية في الفوتوشوب للناس اللي فاهمه ان انا اعملهم ماسك، بس انا اتعمدت استخدم الطريقه دي للناس اللي اول مره تفتح الفوتوشوب. بس هنلاقي كده عندنا الويب سايت اتقسم زي ما انا قلت. اخر خطوه فضلنا نعملها هعمل ايه؟ حاجه رايح هنا فايل سكريبت، هلاقي هنا امر بيقول لي لايرز اكسبورت لايرز تو فايلز. ايه اكسبورت لاير تو فايلز؟ ان هو يطلع اللاير الموجوده الناحيه اليمين دي هيطلعها فايلات لوحديها بدل ما انا اقعد اسيف كل واحده لوحديها. فاعمل ايه؟ هدوس عليه هيقول لي الديستنيشن عايز تسيفهم فين، فاعمل براوز اقول له سيفهم على الديسكتوب، واعمل نيو فولدر اسميه اي ماك وادوس اوكي. انا كده جوه بيقول لي عايز تسيفهم امتداده ايه،
هقوله بي ان جي برضو، طبعا بي ان جي عشان ابقى ضامن اني افضل محافظ على الخلفيه الشفافه دي، عشان لما ادخله الافتر افكت ما اضطرش ان انا اشيل الخلفيه، وادوس ران. استنى شوية قبل ما يخلص عملية الرن، ابتدى يطلع لايرز لايرز اهي. طبعا مش حك... آه بالنسبة لباقي الخطوات الباقية اللي كلها اللي موجودة في الافتر افكت هي متسجلة في المحاضرة الاونلاين، انا كنت لسه بشوفها دلوقتي كده دوت. انا حبيت اعمل ده كورس لوحده عشان، او محاضرة خفيفة كده سريعة بالليل عشان الناس اللي عايزة تقطع من اي ماك او ايفون او اي حاجة. طبعا بيديك في الاخر سكريبت اليرت اللي هو بيقول لك كل الليرز طلعت، فنيجي هنا نخش على اي ماك هنلاقي الاربع صور بتوعنا اللي احنا عايزينهم كده. يبقى انت الفايل جاهز بتاعك، هتدخله الافتر افكت زي ما هو كده. اتمنى يكون الدرس ده سريع. ان شاء الله بكره هنتكلم في المحاضره الرابعه، هنتكلم عن شويه حاجات اللي ناقصانا، واتمنى ان اشوف مشاريع كويسه بكره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.